السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكم الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن. مرحبا في مشاهدينا الكرام في قناتكم قناة اونو في نكدي زاد، قناة اخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الافريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل انواعه. ولسنا تابعين لاي طرف، وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا، والله يرحم شهادنا وشهداءنا الابرار في فلسطين، وتضامننا الكامل، وربي ينصر خوتنا فلسطين بإذن الله، وخاصة أهل غزة الضعفاء وربي ينصرهم إن شاء الله. ولا خوتي، حصة اليوم إن شاء الله نتكلم على ما جرى عند جارة تونس، وهي مذكرة اعتقال وإيداع رئيس الجامعة التونسية وديع الجريء، إيداع الحبس المؤقت بسبب قضايا فساد. حنتكلم قليلا عنها، ولكن ما هي علاقة وديع الجريء مع الجزائر؟ هل مصائب عند قوم فوائد في الجزائر؟ هل مصيبة التوانسة هي ستكون فوائد؟ هذه ما تكلموا عليها اليوم في الحصة تاع اليوم. وديع الجريء كانت عندنا مدة وعلى بالنا باللي ستنتهي به الأمور عند دخوله السجن، وهذا أمر كان متوقع من الجميع، من الكل، خاصة الناس اللي تعرف كواليس الكف. ولكن نقول للمحسن أحسنت، ونقول للمسيء أسأت. أنا وديع الجريء ما يعجبنيش، ما فهمتش معه، قصفته أشهر قصف السنة الماضية بقضية لما تكلم وسب وكلام بديع قالها لمواطنة جزائرية في فندق وهران في الألعاب العربية تاع الإيديسات، وقصفت روروا على بوك وكذا وكذا. ولكن الحق يقال عند هذا الرجل، إنه من أحسن رؤساء اللي مروا على الاتحادية التونسية، رجل محنك، رجل قوي، تعلم كثيرا. وهل دخلوه بالفساد؟ أنا نقول لكم كلمة الحق، أنا كان على بالي ضاب والشكاين، والله العظيم ما عنده فساد، ولكن هاك تعرف الأنظمة العربية يلبسوا كوستيمات كما يحبوا. هو دخلوه بس هو كان دي كلون، هو كان صراع أجنحة في النظام التونسي، هو يقال بأنه تابع الكلون تاع الغنوشي تاع الإخوة المسلمين ولا الجمعيات المسلمة وكذا. هو باسكو هو من الجنوب، ماهوش من ديك لاكليك سيفيليزاسيون تاع تونس، سي بور سا ظلموه. أنا على بالي بلي دخلوه سكاح، باسكو لافير اللي كتبوا عليها افير تاع عقد تاع كونترا سنيها مع 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 ان دي تياد ولا مدير فني وطني يسموه زيتونة ولا زيطة ولا زويطة ولا اسمه بالصغير ولا اسمه قريت ليه في المواقع التونسية. تكلمت مع صديقي من تونس قال لي ولي والله العظيم ما داير حاجة، قال لك لا غالب السيستم هذا اللي راكض بتونس اللي اونتي جماعة غنوشي وانتي هذا وديع الجريء. وديع الجريء هو انسان مسنطح مبلع، ما قري وديع الجريء. قلت لك ان الله يمهل ويهمل دعوة، ممكن دعوة ديك الولية اللي طيحت لها كلام بادئ وكذا، وكانت مخطوبه ومتزوجه، وانا عملي فتح كلمت عليها هذاك كاتين شي، ممكن دعوتها جاتك اليوم. قال لك الدعوه ما تحسش كيتشي، دعوه المسكين مستجابه. حنا ما عندنا 8 عرفش السجن، ولكن انت من عرف بلي راك في السيستم واعر، وكان ديميسيوني تشورت لدارك، هما قالوا لك ديميسيوني الوزير الشباب والرياضه حقد عليك، وهي قضيه كونفلي جينيراسيو. والله لا، هذا السيد قدم الكثير للكره التونسيه وطلع لها كما يقولوا لبس لها السرور ودار لها السنتور، ولكن هذه الانظمه العربيه ما يبغوش الناس خدامين. فوالا، هل هذا الايداع الحبس المؤقت تاع وديع الجريء هل سيفيد الجزائر؟ هي لو رئيس الاتحاديه تاعنا يكون رزين ويكون عنده الكاريزما وعنده خطه الطريق، نقول لك باللي الطريق مفتوح للجزائر بان تكون ممثله في الاتحاد العربي، في الاتحاد الافريقي، في لاكاف. الابواب مفتوحه، لان لو رسمت كسجن وديع الجريء لو بوست تاعو في لاكاف غادي يروح، وما يخفاكمش راه باقي اكثر من عام ونصف، حوالي عام ونصف راه باقي من العهده تاع وديع الجريء. وديع الجريء فات اونيك على ليبوك وقت زتشي، واليوم تونسي فات. دوك لو كان ينسحب رسميا الكاف ديكلاري ونقول شور 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 الفيد،
منصب راه مشهور تاع البيرو دي اكزيكوتيف تاع لاكاف، وديع جاري بلي تعاقب رسمي والتوانسة يديكلاروه وينحوه، وليد صادي اوتوماتيكمون هو يدي مكانه في الاتحاد العربي، في الاتحاد الافريقي اوتوماتيك بدون انتخابات. ولكن هل لنا القوة ولنا الكاريزما ولنا الجرأة باش ندخلوا لاكاف بالوجود اللوبي المغربي القوي والقوي والقوي جدا؟ هنا نقطة الضعف تاعنا، هنا نقراها وليد صادي يقراها مليح، شوف كل الناس الفاعلين خاصة الحاج محمد الوراوة عدة أمور، الدولة هل قادرين أن يفرضون وليد صادي في منصب رئيس في منصب بيروغيك سون فوت؟ ينجم يخدم هادي عام ونص ومن التوانسة يعاودوا الفوت تاعهم ويديروا رئيس جديد، غادي يجيبوا واحد اخر. شوف لان هذا الشكل تاع وديع جاري هذا غير هذاك الكلون تاع طارق الشلماوي اللي كان بكري قاعد بتونس وكان في الاكزيكتيف، هو اللي خلط باسكو ما يتفاهمش مع وديع جاري باسكو ما بغاش يمونداتيه على بوك. ولكن وليد صادي لازم يقراها مليح، هذه فرصة ذهبية. وانا قلت لكم في اخر فيديو هذا صادي على دعوة الخير، كل شيء كاع الامور راهي قدامه، كل الطرق تؤدي الى روما. اما سي اون بون اوكازيون مسيو صادي، هذه باش تدخل ابواب الكاف من اوسع الابواب وبطريقه سهله، تخدم عام ونص تريح تشوف بعينيك من طاك 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 تريقل امورك، ومن بعد في 2025 تكون انتخابات. كاين خطه على بالي، كاين خطه باسكو مين هي اصلا لو كان بقى وادي الجري وليد صادي كانت عنده خطه باش يدخل كونديدا اونيك في 2025. كانت صفقه ما نحكوش عليها على بالنا كاع بحياتي، هذيك الصفقه صفقه دخل فيها محمد الوراوة مع المصريين والتوانسه وادي الجري. نعطيها لكم فصيل عادي، هي راهي باينه. وادي الجري كان يحلم يروح الفيفا، كان باغي يدخل هو والقجع في 2025 في انتخابات الفيفا مع مرشح من لاغيني. حتى صادق انا عنده كون يكون محنك ويعرف كي يقراها يقدر يدخل الفيفا، لان يدخل هو رفقه المغاربي لقجع ويكون معهم مرشح من تاع اللغه البرتغاليه والاسبانيه تاع لاغيني ايكواتوريا والكافير نورمالمون، كان عرف وانغولا وكان يكون. ولكن صعب، احنا ماذا بينا صادي يدخل كونديدا اونيك في لاكاف احسن، باسكو ما يريسكيش يروح الفيفا. ما تعرف اللوب المغربي غادي يخدم كونتر صادي، وصادي باش يخدم عفسه باش يقضي على القجع، صعبه 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 جدا. نقول مستحيل في الوقت الحالي، مستحيل صادي ان يقارن نفسه مع فوزي القجع، لان فوزي القجع فات اللي ديباسي، راح بعد عنا. حنا عاد انا متخابطين مع ليليك مع ليك وهران مع ديك، متخابطين مع عساس تاع سيدي موسى ما طاكش ينحيه، مكلف بالاعلام ما طاكش ينحيه داخله بعضها باش لحق النيفو تاع القجع يليق. ولكن نتمنوا له الخير، حنا الامنيه تاعنا هذا الرجل ينجح، لان هو باسكو كيما نقولوا حنا كل الجماهير الجزائريه عاونت عليه رغم السقطات هذه اللي وقعت الاسبوع. نتمنى يريكيلي وكما يقولوا يعاود يقرا حساباته ويدخل بقوه الى الكاف. دروك اذا حنايا كان عندنا نفوذ وعرفنا كي نضغطوا على لاكاف، لاكاف دير شغور منصب وديع الجريء. من يديروا شغور منصب وديع الجريء، وليد صادي اوتوماتيكمون يديروا انتخابات مسبقه او عفسه كيما هاك. ولكن الليبيين راه عندهم منصب، المصريين راه باقي هاني ابو ريدة في المركز الكاف والفيفا، المغرب تاني كانهم دايما منصب، يبقى منصب تاع الجزائر هو يدخل فاسينو. لكن هل اللوبي المغربي سيقبل؟ انا المشكله يقدر اللوبي المغربي يغلق ويخليها تتكسل، قارو يفوت الشرح تاعه، دار كيما نقولوا دار ابيل منا حتى يجيبوا لنا فاموندا ويجي تونسي جديد في الاتحاد التونسي ويعاودوا يخدموا له اللوبي المغربي كاش عبسه ويدخل هو كونديدا واللوبي المغربي يخدم كاتر الجزائر. على هذه كيما صارت مع الشلماني، الشلماني ربحوا المغاربه خاوتنا، وهذه حرب، احنا عندنا علاقات سيئه معهم، هما يغلقونا احنا نغلقوا لهم وهي رايحه، والاقوى هو اللي يفوت. هذه صراحه، هل فوزي لقجع سيرضى بدخول وليد صادي الى المكتب التنفيذي للكاف؟ احنا نلقاها هذه خطه صادي ومعاونيه و دبلوماسيته إن شاء الله.
بوركوا با. والله الامور هي فري سهله، تكون هي شويه تخطيط شويه نيه، نيه والتخطيط ونديروا الراجل المناسب في المكان المناسب، باش يجي لي انا تاع بسكره وتاع سعيده وفي كوبي عايشه. لهذا نقول حظ موفق لوليد صادي، ونقول وديع جاري ربي يطلق سلاحه ان شاء الله. هذا ما نقول باسكو انسان هذا مظلوم بصراحه، مظلوم هذا دخل في كونفلي تاع دي كلون في بوفوار وصاي وراح ضحيه. حنا نقولوا مصائب عند قوم فوائد، ان شاء الله صادي يعرف يقراها ويخطط لها مليح باذن الله. تحيه لكم خوتي، وانتو تري فيفا لاجيري.